في اختراع يا باشا. امال ايه دي؟ واخدينها وراثه، حاجه كده وراثه اسمها سان بوكس. سان بوكس بيت بيتحط جواه بيت. الاضافات بتاعتها زي ما انت شايف، في ميكس جبن، في بسطرمه، في سلامي. من ابويا بقى. ابوك؟ اه زي ما ابويا ورثها من ابوه كده. والله وراثه. يعني ليها حوالي كام سنه؟ يعني حوالي بتاع 120 150 سنه كده. والله اجيال بتورث اجيال. يعني اعتبر الجيل اللي بتعملوا السان بوكس دي. تمام. كل الاجيال اللي قدام حضرتك دي اتربوا عليها وعارفينها. بلعبوا العيلة. سوق العصر بلعبوا العيلة. جنبي اسمه بلعبوا العيلة. دي الأساسية كان البيت بس. دي احنا بقى اللي احنا اللي طورناها كده. أنا سامع إن الناس بتجيلك من كل حتة. طبعا. قول لي بقى أبعد منطقة جات لك كده. لا كتير ما تعدش. أنا لسه كان عندي زبونة من المغرب دلوقتي.